قرر يعمل خطوبة مختلفة. عمرو راضي وهدير النحاس ترند السوشيال ميديا خلال الوقت البسيط اللي فات ده. اللي حصل بالظبط ان قرر البلوجر عمرو راضي انه يعمل خطوبته بطريقة مختلفة جدا، وزي ما واضح قدام حضراتكم كده في اللبس وفي كل حاجة ان الموضوع كان مختلف جدا، وكمان كان جاي الخطوبة بتاعته بتوك توك هو خطيبته هدير النحاس. وطبعا بعد رواد السوشيال ميديا لما شافوا صور وفيديوهات عمرو راضي من خطوبته بدأوا يتكلموا على الموضوع، وتصدر اسم عمرو راضي وهدير النحاس الترند. في ناس كتير مش عاجبها الموضوع تماما، وحاسة ان الموضوع اوفر جدا وما كانش ليه اي صنف اللازمة، وفي ناس تانية شايفة ان الموضوع كويس ومختلف. شكرا لكم متابعين القناة، اتمنى ان الفيديو يكون عجبكم، واتمنى انك تشتركوا في القناة دلوقتي حالا وتفعلوا زر التنبيهات علشان يوصلكم كل جديد.